ربما سكت عن الحق ونطق بالباطل زمن بن علي، نجده الآن يعني يصدر المناشير تلو المناشير، المنشور الذي يغلق المساجد، المناشير التي تتعسف على الشأن الديني، المناشير التي تتعسف على الأئمة الشرفاء. نحن أيها الإخوة في المجلس النقابي الوطني للأئمة وإدارة المساجد نعتبر أن معركة تونس هي معركة ضد العنف والإرهاب، ولكن هذه القرارات هي التي ربما تعين وتعطي هدية للإرهابيين الذين هم في الصفوف الأولى لمقاومة هذا الفكر، هم الأئمة.